أنا قصة حياتي بدأت بأن فهمت بأنه إحنا البنات أهم شيء عندهم يعلموهن القراية والكتابة ويبطلن ويتزوجن. هي هاي البنات عندنا بعوائلنا كل إحنا عايشة، يعني أكبر مني متزوجين وكلهم هيجي، وهن حتى ما إلهن واهس في المدرسة وحب المدرسة. أنا أحب المدرسة، أنا عكسهم، وبكيت كل شوية من ثالث ابتدائي وبطلوني. أنت بعد كبرتي، هاي بالنسبة لهم هم لأهلي، وهذه إنه أنا كبرت بعد ولازم بعد تقعدين وبعدك هيجي 3 سنوات وتكبرين هيجي، لأن احنا بالسادس تبدي مال إنه يتقدموا لها، ممكن شوية شوية بعد تكبر خطوبة فترة، يعني هذا نظامهم عند أهلي. فبقيت 3 سنوات هاي يعلموني أجيب أشياء، يعني شلون اسوق، اتعلم اشياء، يعلموني اشياء، وقدرت شوي شوي اتعلم على شغل البيت. بس اني يعني كنت ناعمة، ما يعني حتى اللي يشوفني يعطيني عمر اصغر، فتاخرت بموضوع الزواج، وهذا الشيء فادني. يعني وصلت ل 16 سنة يلا تزوجت من عائلة، يعني هم يعرفوهم، يعني شلون عن طريق ناس من ناس الناس، وبنات يريدون بنات مستورات، وهذه يريدون بيت انه وحده تشتغل بالبيت، هذا هو شرطهم. أنا هواية حاكي عن هذا موضوع ترك الدراسة، واللي من أهم أسبابه هو الأهل. أكو بعض الأهالي يعني يشوفون بنتهم بس وصلت مرحلة يعني إنه بدأت تقرأ تكتب، ها هي خلاص يبطلوها، أو يشوفوها وصلت السادس ابتدائي يقولون بعد ها هي خلت تبطل. زين ليش؟ يقولون باكر عقبة هي راح تتزوج، وما يدرون إنه هذا تأثيرها جدا سلبي عليها بالمستقبل. إذا مو عليها هي، كأن تكون حياتها تزوجت واستقرت، حيكون تأثيرها على أولادها سلبيا. يعني اشوف اني اكثر هسه الامهات اولادهم يعني صف اول ابتدائي وما تعرف الدرسه، داخله يعني مدرسين خصوصي وتشوفيها يعني واصله مرحله ما تقدر تدرسهم. مجتمعنا كمجتمع محافظ يخاف على البنت، يخاف عليها، يحاول قدر الامكان يتخلص من مسؤوليتها باي طريقه. فاحيانا يقول لك هي نهايتها الزواج، البنت نهايتها الزواج، خلصت تعليمها، توظفت، كذا، هي بالنهايه راح تتزوج وتكون تكون عائله. فهم على على هذا الاساس، يعني خصوصا اكو عائلات ما عندها طموح انه بناتها تتوظف وتكمل دراسه وكذا، فالعمر محدد يفكرون انه حتى مثل ما يقولون يخلصون من مسؤوليتها يزوجوها لشخص يشوفوهم ما ممكن يكون مناسب. بس هاي العائلة هم كلهم يعني مثقفين الولد ودارسين، بس ياخذون شنو بنات قاعدات بالبيت، هاي الفكرة عندهم. اهلي اكيد قبلوا، لان انا وصلت 16 سنة بالنسبة له ما كبيرة، المفروض هي 14 15 مزوجيها، فقبلوا هم بالبداية، تعرفت عليهم اني، ظلوا هم النسوان يجونا بالبداية يشوفونا، اشترينا الأشياء، يعني بعدها صارت خطوبة. أنا اللي أعرفه عندهم هم كنا وحدة بالبيت والباقيات طالعات، وعدهم شنو؟ عدهم يعني شلون، أنا عندي حموين وحمويات صغار، ذني بالمدرسة، والأماية مو صغيرة، الأماية كبيرة يعني مزوجة على كبر. المهم هذا هم وضعهم، بيتهم زين، عائلة زينة، يعني اللي عرفوهم ودارسين ومكملين ويفتهمون. بس هاي البنية مثلها حالها من حالي، عتها هي 2 جهال. يعني هاي المشكلة أنه أنا ليش أكون كبش فداء؟ ليش أضحي؟ أنا مقبل على حياة أسرية، على حياة جديدة، ليش أنا أكون يعني مثل ما يقولون مستغلة من أطراف أخرى؟ يعني الحياة الزوجية هي علاقة بين رجل وامرأة. أوكي أكو علاقات محددة، مثلا أم الزوج، أبو الزوج، أخته، أخو، زوجة أخوه، لكن هي الأساس العلاقة هي الزوج. يعني هي ملزمة بزوجها، ملزمة بأن توفر له كل متطلباته، بالمقابل هو يوفر لها كل متطلباته، فهي مسؤولة عن زوجها. أحيانا ما عنده أحد، عنده أمه أو أبوه، ممكن يعني هي يعني مو فد مسألة يعني حبا بزوجها ممكن تعاني تراعي العفو أبو زوجها أو أمه، لكن أنه
تقرر مصيرها على أساس مصير ثاني شخص ثاني اللي هي حماتها أو مرت حماها، هاي ما مقبولة، وهذا يدل على أنه هي يعني تجربتها قليلة. أي يعني أنت لا استشارتي زوجك، لا أمك، لا ممكن أي شخص يكون قريب عليك بهاي المسألة. أنت وثقتي بهاي البنت جتي وقالت لك أنا كذا وضعي ولازم، ماكو هيك شيء يعني. هو هذا استغلال، استغلت وضعها، استغلت عمرها، استغلت طيبتها، استغلت انه ظروفها ما تعرف حياتهم شنو. فيعني هذه كارثه. انت هاي يعني لما توصل مرحله، يمكن هي لو عمر اكبر، لو مستوى نضج اكثر، يمكن ما كان ضحكت على نفسها شنو تطلب مني هذا الطلب، انه انا اضحي بحياتي الزوجيه وباحساسي بالامومه حتى اراعيها هي، وحتى هي أصير يعني مثل ما يقولون، هي مثل ما قالت أصير خدامة. فهاي المسألة يعني ما يعني، وهي ما أعتقد يعني هي منتشرة بمجتمعنا. الخطوبة ماتي أنا ما طولت، يعني أنا طولت شهرين الخطوبة ماتي، وحتى ما شفته هواي وما حكيت وياه أكثر من مرة. من يجون مثلا يجي أمه وياه أو أخته على من يشتري أشياء، أو يجينا هيك عزيمة، يعني الحكي هيك عادي، يعني وجود احد، ما قعدنا ابد وحدنا. احنا يعني اهلي يخافون من هذا الشيء، وما اطلع وياه، ما اقدر اذا اطلع لازم احد موجود على مود شغله مثلا، رايحين نكمل التجهيز، نكمل النيشان، هاي طريقتنا، يخافون على بنيه. الام المتعلمه اكيد راح تكون ام ناجحه، راح تطلع اطفال اسوياء، راح تفهم ما كل ما يحيط بأولادها، فأكيد التعليم يفيدها كامرأة. أنا وصلنا يعني بين فترة وفترة تجينا حالات طلاق، أسباب مختلفة، يعني ما كوفد سبب محدد هو يكون سبب للطلاق، مثل زواج، مثل ما يقولون زواج قاصرات. إحنا مشكلتنا شنو؟ نحدد مفهوم القاصر. يعني القاصر قبل 20-30 سنة مثل هسه هي القاصر؟ بعدين السن اللي يقول عنه سن هو عديم قاصر، قاصر يعني أقل من 18 سنة قانونا. أنت ممكن تشوفين عمرها 16-17 سنة هي بكامل النضج، وممكن لا، هاي تعتمد على البيئة اللي عايشة بيها، على مستوى تعليمها، على الأجواء العائلية اللي توجهها بطريقة معينة. فما نقدر نحدد يعني، حتى اكو نسبه زواج القاصرات، يعني نسبه الطلاق للقاصرات كانت ما تتجاوز يمكن 1%. انا اشوف هوايه بنات متزوجات يعني وهن قاصرات ما عندهن وعي وادراك تام، فمن تجي تريد تطلق على مود مشاكل يعني كلش تافه نشوفها احنا. تجي توقف قدام القاضي مثلا تقول له عن السبب اللي تريد هي تطلق بيه، يعني القاضي ما يعرف شي يجاوبها، يصفن عليها لأنه يشوف عقلها وإدراكها يعني بمستوى كلش دنيء. فشو يسوي أكثر الأحيان إنه هو يرفض ما يطلق يعني. المشرع العراقي ما سمح للزواج القاصرات، سمح بحالة واحدة إنه لما يدخل الولي الجبري طرف ثالث بالعقد. بس أغلب الحالات اللي قاعدة تمر عندنا دا يصير عقد خارج المحكمة، عقد سيد ويتزوجون وبعدين تجي الصدقة بالمحكمة، فتلقائيا هو لازم يصدق العقد اللي يكون خارج المحكمة. يجون يصدقوه خارج المحكمة ويتم يعني كل شيء تمام، بس هو راح يأثر عليها مستقبلا. يعني أنا شنو الفائدة؟ مخاطرة، أنا قلت لك مخاطرة إنه عدم توافق، يعني عند النضوج الفكري عند القاصر، أو هو ترى مو بس البنية، ترى الزوج هم يعني أكو أزواج هم أعمار صغيرة ويتزوجون، فيكون أفكارهم وعقلهم نضوجهم يعني غير كافي. أول شيء قد يكونون غير مسؤولين، أو قد يكونون مو مؤهلين، فجأة تجيهم فكرة يعني أنه فجأة صاروا مسؤولين أمام أطفال وأمام مسؤولية يعني كبيرة تصير عليهم، هنا رح ينصدمون ويتفاجئون بالحالة اللي هم بيها. فهنا يؤدي يعني أغلب الحالات أنا أشوف القاصرين يعني طلاق، كلش عندنا حالات من الطلاق القاصرين. هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية العائلة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية المؤسسات الحكومية، مسؤولية المجتمع ككل.
يعني احنا طبيعة مجتمعنا طبيعة خلينا نقول محافظة إلى حد ما، إلى وقت قريب كانت محافظة، فتلقين العائلة ككل، العم الأعمام والعمات والأخوال والخوات الكل يشاركون بتربية الأولاد. فأقول ليش ما ترجع هاي الأمور؟ ليش ما يكون مثلا العائلة تكون حريصة على المرأة، على الطفل، على الشاب، على الأطفال الصغار، تحاول تهيئهم، تخليهم هم الهدف، تهيئهم أنه يكونون ناجحين، تساهم بقدر معين بأن يوصلون إلى مرحلة من النضج، حتى من يوصلون إلى مرحلة الزواج راح يختارون بشكل صحيح، حتى لو الأهل اختاروا لهم هم راح يكونون مهيئين، راح تكون عندهم قدرة على أن يستمرون، أن حياتهم الزوجية راح تنجح، لأن يعني يحس أكو ناس قاعدة تساعده، قاعدة تعينه، مو بالعكس اللي دا يصير، بالعكس أنه هاي الخصوصية بين الأزواج انفقدت بتدخل سلبي. زواج القاصرات أني أشوف، قلت لش أني ضد فكرة زواج القاصرات، يعني ما يكونوا مو مؤهلين لا فكريا لا ثقافيا لا جسديا، فبس أنا مو ضد فكرة أنه ما يتزوجون القاصرات، يعني مو ضد نهائيا. أكو بعض من القاصرات تشوفيها يعني ناضجة بعقلها بتفكيرها، وسببها يعود أنه الأهل كل ما يكونون ناس ناضجين وواعين ومثقفين، بناتهم حتى لا تكون بعمر القاصر هي حتكون عقلها كبير ويفتهم، فشوف زواجهم يكون بالتالي يعكس على زواجها، يكون زواج يعني ناجح. وشوفت تاني هواي حالات يعني زواج قاصرات متزوجات بس هن مستقرات ومفتهمات وعدهن وعي وإدراك، وأكو العكس همي. أنا قلت لك هاي تتبع الأهل، أكو أهل يكونوا مو ناضجين مو واعيين، ما معلمين يعني بناتهم على النضوج، على الفكر، على شلون تتعامل مستقبلا، شلون تكون مسؤولة، وهذا بالتالي حيأثر عليها سلبا، راح يكون زواج قاصرة بس هو زواج فاشل. بعد شهرين آني يعني بدت إنه نحضر على مود الزواج، مرت حماية هاي جتي قالت لي إن شاء الله آني شنت الشون اللي هاي الطفلة البريئة اللي أي شيء يقولوا لها إيه حاضر وإيه، يعني بعدين تغيرت. قالت لي أنت من تتزوجين لسوين أطفال؟ قلت لها ليه شو يعني اثنين أطفال؟ قالت مو أني هسه حامل صار شهر وأنت راح هسه تتزوجين، وأني حملي أني لازم أقعد وما أتحرك، فأنت لازم تشتغلي، فأني من أجيب عود أنت صير حامل. قلت لي إيه صار والله يقومك بالسلامة، يعني شلون هي شرطت عليه وقالت هذا الكلام بينه وبينك وأنا ما قال لأحد، يعني بس عمتي تدري إنه أنا هسه حامل، هم يدرون بوضعي حملها كلش صعب، وبذول الاثنين لازم ما تتحرك وتبقى بغرفتها ويخدموها وما أدري شنو، وعدها اثنين جهال. فبعداني فاس وقعت براس شو أريد أسوي أنا يعني بعد وجاي أحضر وما بقى أيام يعني وأتزوج، أقول لهم لا وأقول لهم أنا شنو رايحة خدامة ورايحة أخدم هاي وجهالها، يعني وقبلت قلت هي يعني أسوي هيك لله وعادي. صار الزواج ولد زين يعني بدايات يعني زينة، يعني زين ومهتم بيه، شغله هو زين، هو مثقف واعي أكبر مني يفتهم يحكي وياي، حتى أكو أشياء كنت ما أفهمها من يحكي وياي سوالف أنا ما أفهمها، بس هو شلون يقول لي أنت ما تفهمين هذا، يحكي يحاول يفهمني وعيني، هاي شيء حلو عنده، بس حسيت ينظر لي نظرة إنه هاي الجاهلة كلش ما تفتهم. أنا يمكن لأنه أنا يعني ما أطلع ما أختلط، أهلي نفس التفكير، أمي نفس الشيء، ف ما مو واعية مثل بقية البنات. تبقى على مستوى تفكير الشخص، أكو ناس تقول لك أنا ما أتزوج امرأة عاملة، أنا رجل عندي احتياجات، أريد المرأة تكون بالبيت موفرت لي كل شيء، تربي الأولاد، ما أحسها متعبة أنه نص نهارها خارج البيت، فيفكر أنه يتزوج ربة بيت حتى يحس بالاستقرار. بس بقت هاي الفكرة أنه فارق العمر، أنه يتزوج على أساس أنه المرأة تعجز من وقت فلازم يتزوج، إيه فهذه الفكرة
ابدا مو يعني المراه من تتزوج وهي صغيره ممكن يعني تخلف اكثر من طفل، متاعب الحياه، الالتزامات، احيانا وضع مادي، احيانا تكون عندها عائله كبيره، فهي راح تستنفذ يعني جهدها وعمرها وصحتها راح تستنفذ بهاي الفتره القليله. فيعني ليش ما يكون، ما افكر انه هذه لانه صغيره وشابه انه لازم تتزوج زين، من يقول هي تقدر راح تقدر تدير الحياه بشكل صحيح؟ طيب هذه الشابه هم مرات من حقها تتزوج شخص مقارب لعمرها، مقارب تفكيرها. فالاثنين راح يكتشفون، هي اكو حالات تكون ناجحه، احيانا تكون حالات ناجحه انه فارق العمر بين الزوج للزوجه، الزوج اكبر من زوجته ب 10 15 سنه ممكن تنجح. وبالمقابل ممكن تفشل. لانه ما تعرفين انت مزاجيات الاشخاص. هذه لما تكبر توصل نضج معين تقول مو هو هذا الشخص اللي انا اريده، او هو من توصل العمر معين يقول مو هي هاي انا يعني من الزواجها قبل 10 15 سنه غير لا من هسه طريقه تفكيره، هي نفس الحاله طريقه تفكيرها. فممكن تصير هاي المشاكل. فالمفروض ما يحدد كل شخص، ما يحدد امور معينه مزاجيات حتى تشجع على الطلاق على الزواج، يعني بالنهايه يا اما راح يوصلون الى الطلاق او راح تكون حياتهم فاشله بس هم زوج وزوجه. فاختيارات لازم تكون على اسس صحيحه، على اسس سليمه، على طريقه تفكير بناء اسره. يعني مو افكر بالمراه بس انه مراه تربي لي رغباتي، لا، تكون هي عون لي، تكون صديقة، تكون أم، تكون تربي أولادي، أطلع أنا من الصبح لليل أنا مطمئن أولادي راح يتربون بشكل صحيح، راح توفر لي الأجواء اللي تحسسني أنا يعني هذه الفترة اللي أقضيها خارج البيت أجي بيتي أحس أنه الحياة مختلفة. بالزواج اختيار أهم شيء يكون عن يعني بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي. أنا ما أنتقص يعني من هذا الشيء، بالعكس، بس هو واقع حال أنه لازم أي شخص من يفكر أنه يتزوج لازم أن يختار الشخص يعني مشابه المستوى الفكري والثقافي والتعليمي والاجتماعي. ليش؟ لأن هاي بالأخير راح ينتج عنها زواج ناجح، راح يكون أكو توافق فكري. بس أكو حالات أنا أشوف أشخاص هم مثقفين واصلين مرحلة بس يدورون بنية من بيئة معينة يريدوها، أو يشوفها صغيرة وما شايفة شيء وما يعني ما مطلع على شيء، أو أكو حتى سامعة يعني يريدون يتزوج يقول أنا أخذها صغيرة ربيها على إيدي، بس هو ما يعرف شنو النتائج بالأخير اللي راح تصير عليه، راح يصير زواج فاشل. هو هنا راح يبدي يشوف ماكو، بعد الزواج راح يشوف إنه ماكو توافق بينه وبينها، راح يشوف إنه ماكو مستوى فكري بينه وبينها، وبالتالي راح يبدي ينتقص منها، يقلل من قيمتها، ما يعيرلها أهمية. بعد ماكو يعني اسبوع انا بديت اشتغل وبديت كل شيء وهي هاي البنيه ما تتحرك ما تطلع من غرفتها اصلا، تودي لها الريوق، هي العروس مو انا، تودي لها الريوق وتودي لها الغداء وهاي، وقالوا بس يعني هاي الفتره وتعرفين هي حملها صعب، ويعني الدكتوره قالت لي ابد ما تتحركين ما تنزلي، وهي لين درج تمزي خلت تنزل جوا تقول لا هي غرفتها ما تقدر تنام بغير غرفه، فما تنزل فوق كله، أصعد لها، أهتم ببناتها، أهتم بالبيت، وأنا طفلة يعني أنا حالة من حال أطفال حمواتي وحموين الصغار ألعب وياهم الصراحة، يعني تقربوا إلي لأنه أنا طفلة يعني 16 سنة وشنو هم أكو بيهم بعمره أكو أصغر، الأم ما حبتني لأنه حستني مثل ذول الأطفال هالعتها، بس هي هاي بس هاي يعني أنا بقيس يعني فترة كل شهر وتبدي معاناتها، وتعاي يروحوا وياها للدكتورة وتعاي ساعديها وجيبي لها وتأمر، إذا هاي مثلا تدق علينا بالتليفون ساعدوا لي هيجي سووا لي هيجي، صحتهم هم بنات صغار بس يعني ما يعتمدون عليهن ما يشغلوهن، مو مثل أنا من تربيت على أهلي مثلا قلت لي شو قاعدون من ثالث ابتدائي وأني علموني على شغل البيت وعلى إنه شون أروح وأجي ويسخروني، هن ما يسخر عن مدللات يعني، وحق أمهن مدللاتهن يعني، هم ليش من البداية قبلوا يعيشون داخل العائلة؟ وهي هم التزامات يعني، أنت من تدخل داخل العائلة ما تجي أنا أريد مثل ما يقولون أعيش حياتي بطريقتي أنا بعيدا عن الاخرين، انت ارتبطت بعائله كبيره، عدد افرادها كبير، بيناتهم تفاعل، بيناتهم مساعده،
فهي لازم أكو حل وسط، لازم أكو حل وسط، يعني ماكو مسألة أنه شخص يحاول يكون هو المتسيد والمسلط على حياة الآخرين. نوع من الاستقلالية لازم هاي تبقى تعاون بين الزوج والزوجة، يعني لازم تكون عندهم استقلالية معينة، وبالمقابل أكو فد نوع من التفاعل ويا بقية العائلة، بس مو على حساب حياته الزوجية وعلى حسابه هو كشخص يعني. وهي أغلب المشاكل تصير يعني بالبيوت اللي بيها أكثر من زوجة هي بسبب الغيرة، والغيرة هي أنواع كثيرة، منها اختلاف المستوى الاجتماعي والدراسي هم يعني التعليم، يعني تشوفين إن كل واحدة هنا اختلاف مستواها تريد تبرز على الثانية وتكون هي المهمة والأهم، والمشاكل اللي تصير هي بسببها هم الأخوان أو الأم، الأم أو الأخوان إذا ما يحطون حد من البداية هاي المشاكل راح تزيد يعني تتفاقم ما تنقص. أكو بعض شوفي الزوجات يكون يعني متربين وبنات أصول وتكون نيتهم صافية وطيبة، بالمقابل أكو الزوجة الأخرى اللي تكون يعني تفكيرها أو نيتها مو صافية تجاه الأخرى، هو ما عرف ليش هذا الحقد والكره اللي يصير يعني بيناتهم دائما. فهذا الاستغلال أنا أشوفه يعني استغلتها على مود تداريها أو تخدمها، دا تريد تتخلص يعني من شغل البيت أو ما تريدها تصير إنه هي صارت حامل، أخاف هاي هم تصير حامل، ويعني دائما تحس نفسها تريد أحسن تصير أحسن من اللي. هي البنية من تتزوج بعد خلاص راح تشوف نفسها إنه استقرت وراح تبني أسرة وتكون عائلة، من تصير هاي الخلافات يعني أو الداخل البيت أكو بيها تتحملها، تقول أنا تزوجت حتى كون أسرة لازم أتحمل اللي يصير ولازم أداري ولازم أتنازل أي، بس أكو لا ما يتحملون هذا الشيء عادي، رأسا عندها جدا طبيعي موضوع الطلاق، رأسا تطلب الطلاق وتطلق، وأنا حكيت عنها وقلت لك أكو واحدة شهرين وطلقت، الموضوع جدا عادي. هاي البنية لا تحملت، ما تحملتها وعانتها، ما عانتها من طاق يعني أكثر من طاقتها من شغل البيت من المسؤوليات في سبيل كله إنه تحافظ على بيتها وأسرتها وزوجها. تربيتهم تختلف، قبل أنا أقول لهم تعالي تروح بدالي وأنا ما أريد أسوي مشاكل وما أريد أحكي هاي الكلام حتى لا يفهموني غلط، جاي يعني شلون أمشي حالي وأقول الحمد لله والشكر. يعني خلصت كم شهر سألوني ماكو شيء بالطريق ماكو هاي، لا ماكو، وأني أصلا يعني متفقة ويا هاي البنية على مود هي وضعها لأن منو يخدمها إذا أني هماتين، هو ما حد يدري بهذا الموضوع ولا زوجي ولا أي أحد يدري لأن أني وعدتها. وصلت للشهر السادس وكل ما شهر توصل كل ما أكثر، فوصلت شهر السادس صارعتها تخثر بالدم، هاي نتيجة إنه شون هي قالوا ما تتحرك، فدورة دموية يعني ما تمشي وهاي يعني، فلازم تضرب أوبر هاي التخثر، فبقت تضرب هاي الأوبر تضرب الأوبر يعني وخبصت على نفسها، فأني أصعد وأنزل أصعد وأنزل وهاي أسمعها تسولف مراتي، ويعني شون حتى لو الباب مسدود هاي صوتها عالي من السولف، تتصل بأهلها سوالف عادية وهاي. دخلت بشهر السابع يا الله قلت ما بقى شيء، نفس الوضع، وفوق هذا كله أنا لازم أهتم بزوجي ولازم أكون أنا اللي هي اللي يتمناها أي شخص، يعني إنه لازم أكون جاهزة ولازم أوفق بين هاي وهاي. شهر السابع صدمت بيها، صعدت فوق، أنا من النوع اللي نظيفة يعني حتى مثلا أمسح الصبح أمسح العصر ويعني على طول وبكل هدوء ما لي صوت من أشتغل، فيمكن ما حست إنه أكو أحد، وأنا مو قصدي أصنت عليها، بس سمعتها تحكي واللي عرفته من كلامها إنه هي كل شيء ما بيها كل هذه الفترة كارهتني، وحكت شلون إنه هي ذلتني، وتقول لهم إنه أنا تفاجئت بهاي ما التخثر ما أدري بيها يعني هي هيك تسوي الراحة. فاللي فهمته من كلامها إنه هاي الأشهر كلها إنه حملها ما بي شيء،
لا مهدد ولا الدكتورة قالت لي تقعدين وما تتحركين وما أدري شنو، وهذا مو أول طفل الثالث، وأنا ما أفتهم بهاي السالفة. فهمت هيك من كلامها انفجرت، ظليت أبكي وانقهرت وهي هسه حتى لو أني أحكي، حتى لو أني أحكي راح يقولون ها لا مو جاي تضرب أبار، وهسه هي وضحها يعني هي مرضت نفسها، هي مرضت نفسها. فأني ما تحملت رحت لأهلي. يحبون الأطفال، يحبون الكذا، فيردون يجي هذا الحفيد إلهم ولازم يراعون المرأة، وهي تحاول تستغل ظروفهم وكذا. فهي يمكن يعني أقول الجهل، قلة المعرفة، يعني ما أعرف شنو ممكن يطلق على هذا الشيء، إنه ليش يعني لازم إحنا عائلة واحدة، ليش لازم أني أستغل ضعف المقابل، ليش لازم أحاول أستغل لمصلحتي، ليش أتعامل إياه بأنانية مثل ما أني أريد أعيش حياتي بشكل صحيح ومرتاحة، بالمقابل هو من حقه يعيش حياته بهاي الطريقة، وإلا وجوده وياي بنفس البيت يعني يخلي سبب إنه أني أستغل عمره، أستغل براءته، أستغل خوفه على العائلة وعلى حياته الزوجية وأستغل لمصلحتي. يعني هاي وهي أنا تقصير من عندها إنه أخفت عن الكل. زوجك أقرب شخص إليك، أقول له أصارحة بالموضوع. هي تعاملها من المشكلة قلت لك هي يجوز لأنه مو واعية ومو داركة، أو من واجهتها هيك مشكلة ما عرفت شلون تتصرف، بس هو تصرفها أنا أشوف غلط. المشكلة دائما يعني حتى تنحل لازم تكون داخل البيت، ما تطلع خارج البيت. مشكلة بين الأزواج لازم تكون بين الأزواج، داخل البيت لازم تكون داخل، من تطلع برا راح تتفاقم، راح تزيد ما راح تنقص. فهو طريقة تصرفها يعني أنا أشوفها غلط. مع الأهل أكيد، مع الأهل الأصدق الصديقات مرات هم يعني يخربون ما يعمرون مثل ما نقول، لأنه الأهل مو دائما الأم تكون حريصة يعني على بيتها أو مستقبل بيتها، لا، أكو الأم العاقلة دائما تشوفيها أنه تكون حل المشكلة لا صناعتها. الأم العاقلة لازم تكون حل المشكلة لا صناعتها. الأم العاقلة لازم أنه ما تشجع على خراب بيت بيتها، أو ما تشجعها لأنه تكون عاق يعني سبب العقوق الزوج. الأم لازم تكون حريصة جداً على بيت بيتها. قلت له وديني وفاجأته أنا يعني أخذ لي أسبوعين مثلاً وأروح فدي 3 أيام يم أهلي، أسبوعين وثلاث أيام هناك أبقى وما يقولون شيء. فبعدنا ما صار الأسبوعين قلت له أريد أروح لأهلي. هو تفاجئ قال بعده مو موعدش مو، قلت له لا أريد أروح، اشتقيت له مو أريد أروح. وداني هناك انفجرت يعني وظليت أبكي وحكيت لهم، وها قالت ليش ما قلتي لي أمي، يعني قالت ما يصير هذا مو حكي، هذا ما يصير. هم لعتي المن أنت متزوجة غير سوين عائلة سوين أطفال، يعني أنت منعت نفسك هاي الفترة كلها. وحتى أنا يعني اللي هي قالت تدي جاي تاخذين هذا الحب مو زين عليك ببداية الزواج، لأن ممكن يسبب عقب، يعني خلتني بشي إنه أنا ممكن أخسر واي أشياء بحياتي على مود مصلحتها هي. وأنا هماتين وقتها قلت لا يجوز خطية هي، وطلعت هي كذابة. أمي ما سكتت، أمي يعني من النوع اللي تأخذ حقها. فثاني يوم قالت هسه ترجعين يلا نرجع. ورجعت هناك تعاركت ويا عمتي أم زوجي، تعاركت وياها وقالت لها كل هذا الكلام. ديك فوق سمعت وصيحت من فوق وحكيت وشنو تحكون وانا تعبانه وانا مريض. طبعا يصدقوها لان هي ظلت تاخذ اوبر وهاي، وانا سمعتها باذني اللي صار وياها. الام يعني مهما كان يعني ما لازم يعني انتم من زوجتوها صغيره لازم تخلون ببالكم انه ممكن تصير ضحيه احتيال اي شخص من العائله اذا كان انسان سيء، وهي وياها زوجة ثانية يعني زوجة حماها. ف يعني وين كانت كل هاي الفترة الأم؟ يعني معقول المية ما حكت لها ما قلت لها؟ ترى الأم بهيج عمر وخصوصا بدات الزواج تسأل البنت عن كل التفاصيل، والبنت أيضا نفس الشيء تحكي لها عن حتى أشياء ما مهمة. فشلون هاي 7 أشهر هي حافظت على هذا السر عن أمها عن زوجها؟ يعني المسألة يعني بعيدة عن مثل ما يقولون أنه شخص يعقلها، يعني شنو كمية الخوف وكمية الاستسلام لهذه الإنسانة أنه إيه
يعني لا أمك اللي تثقين بها ولا زوجك ممكن تحكي له، واستمريتي أنت بإرادتك تكونين مستغلة. أكثر حالات الطلاق اللي قاعدة تصير عندنا بالمحكمة هي سببها الأم. الأم يعني 90% من حالات الطلاق سببها الأم. الأم هي اللي يعني تشوفين، أنا أشوف يعني أكو اثنين دائما يجون دا يطلبون بس مو برضاتهم، شوفين بعينهم الحسرة والقهر، ليش إرادة الأهل تفوق إرادتهم؟ إنهم متمسكين ببعض بس الأهل رغبتهم إنه لازم يطلقون. الأم لازم تكون يعني مو محامية بيتها بقدر ما تكون مصلحة إلها، لازم تكون الأم حريصة على بيتها، بيت بيتها. وتشوفين أني أكو بنات يعني صار مشاكل بينها وبين زوجها بس ما تروح لأهلها، لأن تعرف موقف أهلها من هذا الموضوع، إنه راح يروح يقولوا لها لا روحي أنت رجعي لبيتك وحلي مشكلتك بنفسك. وأكو لا تشجعها على خراب البيت وتشجعها على عقوق الزوج. وأني يعني نصيحتي إنه دائما المشكلة تصير بين الأزواج تبقى بين الأزواج. ما صدقوها وبدت بيناتنا المشاكل، بديت أني أزعل، صدقوا بيها ذيك شيء وطلعوني أني اللي ما أقدر وأني اللي يعني أني ما أخاف الله لأن هي هاي هيجي مريضة وأني ما هيج، طلعوني أني كل شيء ماكو طول هاي الأشهر كلها، هي يعني 6 أشهر أني خدمتها طلعوها هيجي مو بعينهم، طلعوني أنا مو زينة. وهذا يعني زوجي اللي هو فاهم يقول لي لا أنت من البداية أنا عرفتك أنت جاهلة مو مستوى تفكيري، طلع شكو أخذت وحدة قاعدة بالبيت، ليش تأخذون هيك وحدة؟ ما أخذت لك وحدة خريجة وحدة تفهمك وحدة هيجي زينة؟ تم زوجتها وهي جاهلة، المفروض تتقبل هذا الشيء، تستوعب هذا المستوى من جهلها. أنت مدام ردت زوجة مردت امرأة يعني متكاملة ممكن تفهمك ممكن تتناقشها، إذا مو ذنبها، هي مو ذنبها يعني مغلوب على أمرها، وهذا مستواها كان ممكن أن يرفع من مستواها. هي قالت يناقشني وكذا، كان هي المفروض هم تستغل هذا الشيء إنه تحاول تعلم. مو شرط هي بالدراسة واحد يتعلم ويكون ناضج ويكون عنده خبرة ويكون عنده نوع من الثقافة، كان استغلت هذا ثقافة زوجها بتعامله بكذا وبنقاشات أتعلم ممكن أعرف هواي أشياء. ممكن كان بقت مبكر اكتشفت هذا الموضوع، ممكن كان قالت الزوجة ممكن كان يتفهم يعني يكون بجانبها. هذا ليش هو سبب اختياره بالأساس، إنه منفضل إنه يتزوج وحدة ما واصلة بالدراسة أو مو مستوى الفكري أو العقلي، هي هاي راح تكون النتيجة. نتيجتها انه ما راح من راح يتزوج، انا قلت لك انه راح يبين الفرق بينه وبينها، راح بالخلال المعاشره راح يشوف انه تفكيرها يختلف عن تفكيره، اثنينهم راح يشوفون نفسهم متوافقين. هنا قلت لك انا راح يبدي انه هو ما يعير لها اهميه، ما يشوفها، ما يباوع لها بنظره انه هي من مستواي او انه هي يعني داركه واعيه، لا راح يختلف الموضوع. فأي مشكلة تصير بيناتهم هاي أنا شايفتها دائما يعني رأسني عايرها إنه أنا واصلة وأنتي ما واصلة. ظليت أنا أكرههم، ظليت أكرههم ما أحبهم، وظليت أزعل وأروح وأجي، وهي حد ما هي جابت وتعاي رجعي تغسلون بي أرجع ما أنا موت في أنا موت همتين أخدمها فترة هاي الأربعين يوم. وأنا قلت لهم أنا مو خدامة، أنا مش يعني اشتريتوني خدامة، أنا بعد ما أرجع أنا ما أرجع. أهلي وقفوا وياي وصدقوني، ولأن أمي هي يعني قلت لهم لا أنا بنتي يعني صح أنا يعني هاني ربتني على الشغل البيت وربتني هيجي، بس أنا مو خدامة أروح، يعني أنا من الزوجت حتى كون عائلة مثل خواتي، حتى أنا جاية أنا أحبهم، ما جاية عندي شيء مشكلة وياهم، ما نريد يحبوني. وحاولت أكسبهم وأكسب البنات الصغار وأكسب الأمية، ويعني ما قصرت وياهم. فقالت مدام بالبداية دونا ما يستاهلون، هاي مدام بدت هيجي حتى وخذوا عليها علي أنا خذوا هيجي نظري راح تبقى هيج راح تزيد، فخلينا نكفي الشر وخلي بيتنا عندنا وبعتها صغيرة وهاي وتجيها قسمة. قلنا لهم احنا نريد نطلق، هم ما قبلوا. هي هنا من طلبة الطلاق، احنا عندنا بالقانون العراقي مواد قانونية تسمح للزوجة تطلب التفريق القضائي
مثل عندنا التفريق للضرر، التفريق للهجر، التفريق لعدم الإنفاق، للمرض، التفريق للزواج من زوجة ثانية بدون علم الأولى طبعاً. هنا أي وعندنا إحنا للخلاف هواي، يعني أسباب كثيرة للخلاف. بس من هاي الناحية أنا أشوف القاضي إنه ما يأخذ بهيجي حالة تفريق هاي الأسباب، لأن هاي الأسباب يشوفها يعني مو أسباب قوية، مو أسباب مهمة. فهنا الزوجة إيش راح تلتجي؟ راح تلتجي إنه من الزوج يصر إنه ما يطلقها، وهي مصرة على الطلاق أو أهلها مصرين على الطلاق، يجون يقولوا له إحنا نتنازل عن حقوقنا في سبيل إنه بس نخلص ونطلق. هنا راح يصير الحالة، هنا حيصير مخالعة. من قلتي إنه تدخل المحامي على مود يتفقون بيناتهم مقابل إنه تتنازل عن حقوقها، هنا راح يكون طلاق مخالعة. وأنا أريد أحكي عن موضوع المخالعة. يعني أنا هواية تجيني اتصالات يعني من الزوجات، أنا أريد أخلع زوجي، أريد أقيم دعوة مع المخالعة، وتحكي وكأنما العصمة بيدها بكل ثقة. هنا فاهمين الموضوع غلط، ترى متأثرين بالأفلام المصرية. إحنا ما عندنا هنا خلع، القانون العراقي ما حكي عن موضوع الخلع، حكي عن موضوع المخالعة. والمخالعة هي عقد كسائر العقود، يتم بالإيجاب أو القبول بين الزوجين أمام القاضي أو رجل الدين، وهنا تكون بدعوة أمام القاضي. فالمخالعة هي اتفاق بين زوجين على أنه تتنازل أو تبذل جزء من حقوقها أو كل حقوقها مقابل الطلاق، بشرط أن يوافق الزوج. يعني لازم تعرفين أن المخالعة لازم تكون بموافقة الزوج، غير هذا الشيء ماكو. لا تجيني واحدة وتقولني أنا أريد أخلعها، ماكو هسه بهذا الوقت بوجود كل هاي يعني ما التواصل الاجتماعي، ما تلقين شخص ما يعرف حقوقه. الكل يعرفون حقوقه، على بس مجرد ما يسأل سؤال بأي جروب تبدي النصايح والكذا والأساليب. وتلقين حتى أكو محامين عندهم جروبات استشارات، تجي تسأل كذا. الباحث، مشكلة الباحث مغيب تماما، مجرد أداء روتيني، موظف عادي أدي واجبه بدون بشكل مثل ما يقول ميكانيكي، ما تحسينه يقدم في شيء، لأن ما هو هذا مساحة دوره. الباحث مساحة دوره هي هاي، ما يقدر لأنه أدوات ما متوفرة إليه، ما يعني ما حد مفعل دور الباحث بالمحاكم. يعني هسه من تجي يجون شخصين يردون يطلقون، يدزونهم على الباحث، تقعد تقول تسألها شنو ليش تطلقين، تبدأ تكتب وكذا. ماكو دور الإصلاح. هو حتى بالقرآن الكريم حكم من أهله وحكم من أهله، ماكو هذا الشيء. إحنا بالعكس الناس تتشدد، الأهل يتمسكون برأيهم إنه يعني شنو أنتي لازم تطلقين وكذا. إيه يعني المشكلة هاي، يعني إحنا هو الوعي مو بس وعي الزوج والزوجة، محتاجين وعي مجتمع، وعي مؤسسات. والمشكلة إذا أنا رحت أطلق وهاي قالوا انتي كلش ما تاخذين، انا كلش هم اخذت، اخذت ملابس يعني، بقيت واي غراض الي، اغراضي هناك اهلي جايبين لي اياهم كلهم بقن، فهم بقوا. هاي مشكلتنا على الطلاق، ما يقبلون نطلق، يريدوني ارجع، وبقت بي مشاكل بيناتنا، يدزون علينا ناس، واحنا ندز ناس بالعكس نريد يعني نطلقهم، ما يريدون يرجعوني، وما قبلت اني ارجع. يعني لاخر لحظه ما قبلت، لحد ما انه قلت لهم شنو الحل، شنو اني اريدت. حتى امي قالت سلو هاي الفتره، يعني بقينا وايد اشهر، لو ما طلقت كان مخصل عده، كان شايف حياتها، كان ممكن يعني يجوها ناس تتزوج، يعني تفكر بانه تزوجني بس ما ابقى. يعني الحمد لله صغيره ووايد تجي فرص، ما وقفت عليه هو. وناس مستواهم العقلي والفكر كلش محدود، يعني عندهم البنية من تترك الدراسة لازم تتزوج، وإذا طلقت يستعرون منها. هنا لازم يخلصون منها همينة، حيوقعون بنفس الغلط إنه لازم يزوجوها مرة ثانية حتى لا تنحسب عليهم مطلقة، ونظرة المجتمع ومن هاي الأمور هيك ينظروا لها، هي راح تكون الضحية بهاي الحالة. هي راح تكون الضحية. أكو بيهم مثلا يتزوجون الله يوفقهم وتستقر بالزواج الثاني، أكو لا جز ترجع لهم مطلقة نفس الشيء، بحالها إيش راح يسوون لا ترجع لهم مطلقة مرتين؟ مثلا الزوج وزوجته مطلقين والحضانة عند الأم،
الزوج يرفع دعوة مثلا بعد سن العشر سنوات أو أكفت سبب معين أنه أريد أسقط الحضانة، يعرضونهم وين؟ على مستشفى معين، مثلا خلينا نقول مستشفى بالرشد، حتى يفحصون على أساس الزوج والزوجة والأولاد. إيه ماكو هذا الحكي، يجي أنت شو اسمك، إيش قد عمرك، كذا، شنو تفاصيل الطفلة، تبي الماما لو بابا، الزوجة شنو كذا، سجل انتهى الموضوع. هذا ما يعني ما ينطي لك، حتى لو يقول لك اثنينهم مؤهلين ما عندهم مشكلة. هي لما الطفل، أكو أطفال يعانون من مشاكل، لازم واحد من مو يعني تشلون يعني، هذا هاي مشكلتنا احنا، مجرد شغلات شكلية، أداء روتيني، مثل ما يقولون لا يغني ولا يسمن. فالمؤسسات بحاجة إلى أنه تفعل دور كل الموظفين كلهم بحسب دوره. فقال أبوي خلينا نشوف لنا محامي، شفنا محامي، قالوا أنت ما راح تحصلين يعني كل شيء، وهاي لازم إحنا نحكي وياه. فعطينا رقمه وحكى وياه، قال له أنا ما أريد أطلق، أنا مو كيف وهاي. فحاول يقنعه ويتواصل وياه ويحكي وياه، هواي تعب وياه المحامي، وهاي إحنا بقينا فترة لحد ما هو اقتنع بعدين، لأنه قلت له أنا ما أريدك، وأنا حضرته، ويعني أنا بعد ما أريده، مو قصة هاي، ما أريدهم كلهم، وخليهم، خلي يجيبوا لهم وحدة خدامة، يجيبوا لهم أي شيء. الحد بالأخير هو اقتنع وصار الطلاق، بس إحنا خسرنا كل شيء، كل شيء ما أخذنا يعني، لأنه صار اتفاق بيناتنا، وقالوا أنت كل شيء ما تأخذين، أنت ردت الطلاق، وآخر لحظة يقول لا طلقاني، بس هي اللي رادت يعني، هو رايح هناك، أنا ما أدري لا رايحة محكم ولا شيء، أنا كل شيء ما حصلت. وبقيت يعني، وأصلا هاي قلنا دفعة بلا يعني، هي هاي التجربة، ويعني وبقيت فترة بعدها أنا تزوجت. يعني بس يبدون يخصون من مسؤوليتها، أنتوا زوجتوها بالبداية وهي صغيرة، وزواج تقليدي يعني بدون ما هي تعرف الشخص، بدون ما تتقبله، وبالمقابل تردون تطلقونها وتزوجونها مرتلوها. يعني ما فكرتوا بها هي جاسية صارت عندها مثل ما يقولون ردة فعل معينة، قالت ماري مثل تقول ما اريد اتزوج مرت الله، اريد اوصل مثلا حد معين من التعليم، اريد اشوف لي وظيفة، اريد افهم الحياة، حتى من الزواج مرت الله ابدي على اساس صحيح. تزوجت همين، بس هنا تغير الموضوع، شخص هو كان منفصل وعنده ولد، الولد عنده، بس هذا مو مثل ذاك، هذا يعني قدرني اكثر، حتى من يعني شلون ما يقبلون اشتغل هوايه، ما يقبلون انه دائما ريحي نفسك، وخاصه من صاروا اطفال عندي، وهذا الولد كسبت، لان انا اريد اعيش اريد اكسب الناس، يمكن دول لانه هو مطلق يعني حس انه ما يريد يخسرني، فانا وانا اصلا يعني انفصلت بإرادتي، وقلت لهم يعني قلت لهم أنا اللي ردت، لأن هذا وضع، وفهموا القصة شنو، قالوا إحنا ما نريدش أصلا تشتغلين، إحنا الأم هاي زينة والبنات زينين وما نحتاجها. قلت لهم لا، أنا ما أقعد هيك، حالي من حال البنات. وهي البنية بعد فكرت إنه تأخذ شخص من مستواها الفكري العقلي الاجتماعي، هو أيضا شنو المشكلة اللي يواجهها، على أساسها راح يتزوج زوجة ثانية بعيداً عن المشكلة اللي باجهها بالزواج الأول. فتشوفين يجوز تستقر حياتهم، لأنه أخذوا من تجربتهم السابقة إن شلون يحيطون المشكلة، شلون يتلافوها، شلون تكون مشاكلهم العائلية وبيناتهم هم يعني أنفسهم ما تطلع خارج البيت. لأن أنا قلت لك أكثر حالات الطلاق اللي تصير بسبب تدخل الأهل، لأن هم يكونون جزء من المشكلة، مو حل المشكلة. حتى هي من قد ما هي مستسلمة تقبلت الوضع، انه مدام اهلها يريدون يزوجونها، وبالنهاية هي لازم تعيش حياتها بطريقة، بغض النظر عن انه رغبتها ترغب تعيش الحياة بطريقتها، لازم تتزوج. واي شخص يعني يمكن قبل ما تطلق كانت يعني فرصها افضل، على اعتبار كانت بنت ما متزوجة باكر، عمرها صغير، ممكن كان تختار شخص يناسبها.
المرة الثانية أنا متأكدة يعني هم بدون إرادتها، أهلها رادوا يزوجوها وتعيش مثل ما هي كانت عايشة، يعني هي بالحالتين مستسلمة للظروف، يعني كان أداة طيعة بيد الأهل، لدرجة أنه مرت حماها سمحت لها أنه هي اللي تمشيها وتحدد لها تخلف أول طفل لولا. فمرتاحة كل شوية وياهم وكسبت عائلة جديدة وهذا يعني شلون الله عوضني بيهم، بس يعني ندمانة على ذاك الوقت، وبس نقول يلا هي لوجه الله وهي اللي تتحمل خطيتها، يعني كانت كل شيء ما بيها ومستغلتني. فقلت بعد أنا كل شيء ولا أحد يستغلني، فأي شيء كنت هسه اللي يصير وياي أواجههم وأقول لهم حتى أفهمهم، لأن ما أريد أفهم الشخص غلط. كل ما تذكر أسباب الطلاق يذكرون الوضع الاقتصادي، وسائل التواصل، الوضع الاجتماعي والسياسي، كل هاي الأمور يتجاهلون سبب مهم وهو تعديل القانون. يعني قانون الأحوال الشخصية أكثر القضاة قالوا عنه قانون قديم وهرم، بعدين هو تشرع وتعدل في زمن البعث، يعني بعد ما سقطوا هذا النظام الآن يحاسبون أو يعاقبون الشخص اللي يتغنى أو يروج الأفكار البعث. طيب أنتوا ليش موجودة هاي النصوص القانونية موجودة لحد الآن تعملون بها؟ هو الأشخاص سقطوا لكن الفكر بعده موجود. يعني قانون الأحوال الشخصية صار له خلينا نقول أقرب تعديل بال 88، يعني شقد شكم سنة من 88 لحد الآن، عقود. أنا أوجه نداء إلى كل الأهالي إنه ما يتدخلون بمشاكل الزوجية اللي تواجه أولادهم، خلوها هم يحلون مشاكلهم بيناتهم. لا تنقلون تجاربكم اللي الشخصية اللي مريتوا بيها وتنقلوها لأولادكم. دور الباحث هاي فيما يخص تعليمات وزارة العدل وكذا، لكن كتشريعات البرلمان مطالب أنه يعدل القانون بما ينصف الأطراف، ينصف الطفل أولا، لأنه القانون مثل ما يقولون مكتسب أو يعتبروه من حقوق المرأة. احنا المرأة على عيني وعلى راسي، انا امرأة واحب تكون لي حقوق، لكن مو على حساب حقوق الاخرين، مو على حساب حقوق الطفل ولا حساب على حساب حقوق الاسرة ككل. احنا بحاجة الى انه يعاد النظر بقانون الاحوال الشخصية وبما يتماشى مع ما وصلنا اليه ومع ما ينصف العائلة العراقية. نعم، لانه احد اسباب الطلاق هو قانون الاحوال الشخصية حسب رأي مختصين وهو مجلس القضاء الأعلى، لأنه مو التجارب اللي مروا بها الوالدين تختلف تماماً عن التجارب اللي مر يعني اللي مروا بها أولادهم تماماً، فما ينقلون تجربتهم السوداء، خبرتهم السوداء ينقلوها لأولادهم، وعلى يعني الأزواج إنه يخلون مشاكلهم بيناتهم نهائياً ما تطلع خارج البيت، لأنه أنت تشوفين أكو مشاكل تصير داخل البيت من ما تطلع خارجية تلقائياً من واحدة راح تتلاشى وراح تنحل. بس من يتدخل بها أطراف من خارج البيت لا، راح تبقى تتعظم وتكبر وتوصل مراحل أخرى.